ستلعب مباراة الإياب لدور النصف النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية للأندية البطلة في كرة القدم بين تيبي مازومبيا الكونغولي ويوفاق ستيف في 28 سبتمبر المقبل عند 3 مساء ببولومباشي، وهذا حسب ما أعلن عنه أمس النادي الكونغولي على موقعه الرسمي. إلى ذلك فسيكون ملعب 8 ماي مسرحا للقاء الذهاب في 20 من هذا الشهر بداية من 9 ليلا. أما النصف النهائي الثاني فسيجمع نادي فيتا كلوب الكونغولي بالنادي صفاقس التونسي يوم 21 سبتمبر ذهابا بالكونغو و 27 سبتمبر ايابا بصفاقس، في حين المباراة النهائية لهذه المنافسة فقد برمجت ما بين 24 و 26 اكتوبر ذهابا و 31 اكتوبر و 2 نوفمبر ايابا.